الواحد بيطلع ايش نتعب نعمل في الدور احنا ولا نسوي؟ نساكن انا هنا، الواحد بيطلع يشتغل يعمل له مصروف لداره لبناته لطنياته، قد يوم يستر وقته يستر حاله، احنا قادرين ندمر ولا نعمر؟ احنا خلونا حاجه نعمرها ولا نسوي؟ والله دمرونا يا راجل، دمرونا ما خلوناش ولا حاجه، احنا ما بنعرف نصير زي هيك، واحد طلع بي اقول لك لو اخذ له هدمه معاه، قالوا بدنا نقصف درب وتاءه. طلعنا نمشيك نزل برميل متفجره، اذا مستشفى الاقصر في قسم في الاجسام طاحت عروس المرضى، كل ضواحي دير البلع تكسر شبابيك، فاهم بالك احنا في الحي هنا، خليك في الاطفال طول الليل ما ناموش، اقسم بالله البنت عندي تذبحها ما فيها نقطه دم، ما نيمتناش طول الليل، في الصغار طلعنا نجري ولا واحد اخذ حاجه ولا طلع ولا حاجه ولا بس يلحق يطلع بطوله، نزل لنا برميل متفجره، اقسم بالله تقول امريكا بعتت له سلاح جديد يجربه في حارتنا، والله بحلف ما جربه في قطاع غزه، كل الحي انمسح ولا دار ضايله، من اول الشارع شارع شارعين حاره حارتين كليته عن قاص. انت رامي نووي علينا هنا حسبي الله ونعم الوكيل، هاي ضربتها هذا شارع دار الدراوي هناك 20 متر 10 شقق تمسحن، هين ثلاث طوابق تمسحن اياهن، هناك ثلاث اربع طوابق تمسحن، غير الدور اللي بعيد كلها تقزاز على غيره عشان ما ضلش ولا حاجه في الحاره، خليك في الصغار والكبار والصوار، اقسم بالله عايشونا في جو رعب، اللي بدعوا الانسانيه وبدعوا انهم حق الانسان والاطفال واسرائيل تعال شوفوا عنا ايش صار فينا، والله احنا الكبار بالعافيه تحملنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. هم بيقولوا الضرب